ترأس الأب جورج حداد نائب كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم القداس الإلهي في كنيسة ماري فرانسيس، حيث امتلأت الكنيسة بطلاب مدرسة الأحد برفقة الراهبات والمرشدات والمعلمات. وحث الأب حداد في القداس الأطفال بالتقرب دائما للكنيسة من خلال هذه اللقاءات التوعوية المتنوعة اللامنهجية ومواصلة حضور اجتماعات مدرسة الأحد. وبعد القداس توجه الأطفال لساحات مدرسة ترسانتا حيث أقيمت عدة فعاليات دينية وترفيهية من تراتيل وفنون وألعاب ومحاضرات دينية. تعاون مع كمان مع معلمين تربية التعليم المسيحي في مدرسة الأحد، نتجمع بنجمع الأولاد عندنا في يوم الجمعة، بنجمعهم في المدرسة بنبدأ برنامجنا في القداس الإلهي، ومن ثم في التعليم المسيحي ونشاطات مدرسة الأحد. طبعا مدرسة الأحد هي مدرسة الفرح، مدرسة المحبة، مدرسة اللي بتجمع كل هالأولادنا كلياتهم مع بعض، حتى هدفنا واحد نلتقي ونعرفهم على يسوع. هذا أنا بشكر هاي كمان هذه الفرصة، أشكر كل اللي بيساهمونا اللي متطوعين معنا اللي بيجوا معلمين مدرسة الأحد ومرشدين مدرسة الأحد اللي هم بسنين وسنين عم بيشاركوا حتى يوصلوا هاي الرسالة للأولاد، رسالة المحبة، رسالة الفرح مع يسوع دائما يعيشوها. فلمدرسة الأحد أهداف من خلال هذه اللقاءات الأسبوعية، وهو التعليم المسيحي للطفل لكي ينشأ تنشئة مسيحية صحيحة وتكون علاقة متينة ما بين الأطفال والكنيسة، ابتداء من سر العماد والسر الإفخارستية من خلال مشاركتهم في القداس الإلهي. هدفنا إحنا وجودنا مع هالولاد إنه نعزز فيهم الإيمان المسيحي حتى ينشأوا في كنيستهم في بيتهم الأم اللي هي حضنتهم. نشاطاتنا بتكون بتبدأ من الكنيسة من القداس، ومنكمل في نشاطات تانية، نشاطات ترفيهية حتى نعززهم ينمو تنمية مسيحية صحيحة. وعلى كل خادم في مدرسة الأحد أن يكون القدوة الحسنة والمواصلة على الالتزام وعيش الإيمان والمثل الصالح بالقول والعمل بالدعوة التي وكلها الله له. الهدف طبعا أنه نقوي الإيمان ونعزز الإيمان عند الأطفال الصغار اللي كمان عندهم مشاكل، كمان في مشاكل أسرية كمان، فإحنا بنحاول أنه نحضنهم أكثر ونعرفهم على الحياة المسيحية أكثر. برجع مدرسة الأحد عشان أصلي وأخدم مع أبونا جورج وأتعلم عن يسوع وأسمع تراتيل. لنورسات مارلين الحدوة من مدرسة الأحد بيت لحم.